الرياضيات كنشكرهم على المجهودات المبذوله من طرف المكاتب المسيره من اجل تسويق اول المدينه، مشكورين بهذه المناسبه. ثانيا ايضا في صقل المواهب وايضا في الدور الاساسي اللي كيعبؤوا فيه الشباب ديالنا والشابات ديالنا والاطفال ديالنا في اطار الفئه العمريه اللي كيزاولوا مجموعه من الانشطه والاصناف الرياضيه اللي عندها واحد دور مهم في بناء الجسم الشباب ديال مدينه الناظور في هذا المنوال، وايضا في اطار الشفافيه والنزاهه. وايضا الحكامه الذي كنا نطالب بها جميعا، نطلب من الساده الانديه والجمعيات الرياضيه المزاوله، هنالك شروط فيما يتعلق باستفاده من المنح المرتبطه بالمزاوله. باش نفهمكم مزيان، كاين ما يتعلق بالتزامات هذه الانديه والجمعيات، وايضا ما يتعلق بالواجبات التي سوف تقدمها جامعه الناظور لهؤلاء الذين سوف يستفيدون من هذه المساله. وايضا باش نحدوا من الجمعيات اللي كتشتغل الجاده وغير الجاده. في هذا الاطار هنالك ما يتعلق بمسطره تقديم ملف الترشح للدعم بالنسبه للانديه الرياضيه، هو واضح لهم ومتعارف عليه ما يتعلق بطلب الدعم. ثانيا المحضر يتضمن على مستوى طلب الدعم بالنسبه للمكتب المسير، القانون الاساسي، وصل الايداع النهائي، شهاده بنكيه، محضر اخر الجمع العام، لائحه اعضاء المكتب، والتقريران الادبي والمالي برسم السنه المنتظمه في نسختين لكل منهما. بالنسبه لبطاقه المعلومات عن الجمعيه الملحق الاول والثاني متعلق بالجمعيات الرياضيه التي تقوم بانشطه معينه ليس في السنه محدده، شي نشاط مثلا كدير واحد النشاط فقط في السنه، هذا لابد يعمر واحد استماره او بطاقه معلومات عن الجمعيه فيها استماره متعلق بملحق اول والثاني. ما يتعلق بمساله ديال الامتيازات اللي يمكننا اليوم نعطيوها لهذه الجمعيات اللي كتشتغل، لان ما يمكنش باش نديروا على مستوى العداله ديال العمل. اي نادي كيشتغل، لانه ما يمكنناش واخا كانوا في نفس المستوى ما يمكن ليناش نقدموا ليه المجهود اللي كيدير. مثلا ونفترض جدلا ان مثلا ناخذوا واحد الصنف ديال اللعبه كيلعبوا في نفس المستوى، راه ماشي منطق واحد كيجتهد باش يطلع ولا كيكلاسي بالاول مع واحد كيدير مانتيا ولا غيهبط، راه ماشي ما كاينش عداله. واحد كيصرف اكثر كيعطي منح اكثر ولا واحد كيسافر اكثر، ماشي منطق واحد كيمشي كيضرب غير في الي 2000 كيلومتر واحد اللي كاين مثلا اللي كيدور على المستوى الجهوي. ثانيا على مستوى اخر نقطه اللي هي مهمه واساسيه ما يتعلق بالنتائج، اليوم اتفقنا الاخوان على اساس انه منحه غتكون في تلك السنه على مستوى اللاعب في المستوى اللي كيلعب فيه زائد لي بيرفورمانس. ما معنى لي بيرفورمانس؟ واحد اللي مثلا كيطلع من بطوله لبطوله، واحد اللي كيحقق المراتب الاوليه من واحد حتى اربعه، واحد اللي مثلا دار مشى بزاف اطوار طلائعيه ديال كاس العرش ولا دا كاس العرش ولا كان وصيف ولا دا بطوله وكان هو الوصيف عند البطوله، فين كيلعب هو؟ الا مثلا دار مجهود طلع من المستوى خاص لابد تحفزه تعطي واحد منحه اضافيه على منحه اللي هي مقرره. هذا الشيء كيتعلق بالانديه الرياضيه، ولكن بالمقابل كنقول لكم جميع الانديه تاخذ الحق ديالها، اللي كيجتهد من جد وجد واللي كيسوق مزيان خاص لابد نضيفوا ليهم خلافا لجمعيات وانديه اخرى اللي كدير كتلعب من اجل التنشيط. وايضا سوف نراعي بطبيعه الحال الانديه اللي تشتغل على مستوى ساق المواهب والتي تعنى وتعطي الاولويه للمدارس يعني الفئات العمريه كيشتغلوا من جميل كادير وحتى كادير باش ما يقولوا ليش غير حتى البنات كيلعبوا على مستوى الاصناف انواع ديال الرياضه. ديال هذا الجانب غناخذوه بالاعتبار، ولكن بالمقابل لابد كاين على مستوى شروط باش استفاده من هذه الامتيازات وهذا المنح، هو انه من خلال الجمعيات يكون من طرف محاسب، يجب ان يكون محاسب معترف به على هذه المساله، واللي كتلزم جميع الانديه باش ما تستنيوش المغرب كامل كتعامل بهذه المساله باش نربطوا المسؤوليه بالمحاسبه. الحكامه راه هادشي اللي كتطلب هو انه ما كاينش التقرير على الاوراق، تقرير بدون استثناء جميع انواع الاصناف اللي بغى يستافد من المنحه خص لابد تقرير محاسباتي. واحد ثانيا على مستوى ملي كنقولوا هذيك المنحه كدوز هذاك العدد انه على مستوى ديال اكثر دعم من 10000 درهم راه كان في قانون هذا الشيء ومرسوم واضح مش على الحسابات، كيقول لك اي دعم من اكثر من 10000 درهم لابد خص محاسب معترف به. ثانيا على مستوى الفلوس من كيوصلوا الكونت ديال هذه الانديه وهذه الجمعيات
راه ما كاينش مشي ياخذ فلوس مباشره. خص لابد يجيستيفي بالتحويلات بالشي او فيرمو الناس المعنيين باش نكونوا واضحين في هذه المساله. ماشي مثلا فريق ياخذ 60 مليون 100 مليون ولا 40 60 50 40 20 30 مليون يجي ويمشي يسحب الفلوس وبقسط منا ومنا. شوف اخوان باش نكون واقعيين، ان كنا ندعم ونساعد ما كنديروش مشروع كامل، لانه نتفهم ان الانديه الرياضيه عندهم اكراهات عندهم التزامات متعدده. لا بريبار ديال الفرق الانديه كيصرفوا، حنا كنساهموا معاهم 30 40 وحتى 50%. دونك هذا الجانب باش نتفاهموا على مستوى الدعم عندما يكونوا ملي كيوصل الكونت ديال هاد الانديه وهاد الجمعيات الرياضيه راه ما يمكنش تخرج الفلوس من غير الشيك والتحويلات مباشرة المعنيين بالامر اللاعبين وهكذا الى اخره. ما يتعلق ايضا المساله اللي كدور كثير، هذا ماشي منطق استاذ اعضاء المجلس غيتفهموا هذه المساله. جميع الانديه الرياضيه ماشي كنقولوا جميع جلوها، ملي كتبدا الموسم الدراسي كيبقاو غياب دعم مادي، ما كاين لا مؤسسات لا هذا. والحال باش نكون واقعي، جميع المناطق كاين في المغرب يلزم اليوم احنا ديرنا هذا الشرط على اساس انه جمعيه الانديه الرياضيه بما انه جماعه الناظور كتساهم معهم واحد الحصه اكثر من 50%، لابد سواء في مناهج رياضيه او في قاعات المغطاه لابد يتم اشاره اعلان جماعه الناظور المساند الرسمي لفريق فلان وفلان. لابد من غير هذه اذا الصور توثق على اساس انه في كل مباراه وفي كل نشاط رياضي لم يحدث فيه اعلان على اساس انه جمعة الناظور مساهمه ومساند رسمي. ملي كتجي جمعيه كتقول لك انا كنخسر 150 مليون 200 مليون انا كنعطي 680 مليون، اسمح لي انا مساهم مساند رسمي الا بغى، انا بغاش هذاك شغله. ثانيا على مستوى اللافتات وعلى مستوى الاقمصه، واش اللي كنقول لكم؟ راه كيفرضوا علينا انا متتبع بهذا الجانب الجهه الشرقيه والجهه ديال طنجه وكازا اللي ما عطيتهاش الصور في الاقمصه والله ما داش فرنك. لكن السيد رشيد الماحي كتلزم على اساس انه الاعلانات تشهير علامة جماعه الناظور المساند الرسمي لجمعيه كذا وكذا. من غير هذا الشيء ما غاديش يستافد. باش نتفاهموا هنا الصور لابد توثق على كون انه جماعه ولا هذه المؤسسه مسانده رسميه لهذا النادي. تعلم لانه ماشي منطق النادي كياخذ فلوس وفي اخر المطاف كينكر على انه ما كيساعدوا حتى شي واحد ما كيعرف حتى شي واحد بدون سنه. كنهضر على الجميع. هاد اشعار على مستوى اشعار ديال الشعار ديال جماعه ضروريه ومؤكده على مستوى الحكمه. بالنسبه للمنح المدعمه للانديه والجمعيات الرياضيه يجب ان يتم السحب تلك الاعتمادات الا عن طريق شيكات وتحويلات مباشره بالنسبه للمعنيين بالامر، سواء الاوتور بالنسبه للاعبين بالنسبه المهم خص تكون باينه في هذاك الرابور فينونسي. سيدي الرئيس ما زدت شي حاجه كل شيء قلت له شبكه الاعتماد. داكور على مستوى بغيت نشاور معكم على واحد المساله اخوان كامل ما يتعلق ب واحد 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 الشرط اللي كتعاملوا به جميع جهات المملكه وجماعات الترابيه الاخرى هو ديال الاعتماد، شهاده الاعتماد. ارى باش نكون واقعيين لانه شي مرات كنحضروا كنتفاهموا على ان هنالك خصوصا مجموعه من الانديه اللي كدير مجهود جبار وكان تصدموا على مستوى طلبات ديال الدعم. كنلقاو راسنا في حيره من امرنا، طلبات 1000 ولا 500 ولا 400 في هذاك لو باش نقيموا على مستوى شكون جمعيه جاده والناشطه اللي عندها الاولويه على مستوى باش تستافد من الدعم. كنبقاو حايرين. جهات اخرى كنقول لك مجالس الجهاد ومجالس ديال الجماعه الترابيه في المغرب كامل كتشرط شهادات ديال الاعتماد. ما معنى الاعتماد؟ كتعطي واحد الصبغه قانونيه على اساس انها جمعيه كدير النشاط بشكل سنوي كدير الاستمراريه وكتراعي على مستوى باش تاخذ شهاده الاعتماد. عندك مجموعه من الشروط والمساطر اللي كدير. وعلى ما اعتقد راه المغرب تطورت في هذه المساله. مجموعه من الانديه على على مستوى القدم راه وصلت 95% كاع عندهم شهاده الاعتماد. ايضا اصناف اخرى وصلت شهاده الاعتماد كتعطيها من طرف الوزاره، الا انه ذلك خصو الملف يكون قانوني وهذه مجموعه من المسائل. دونك كانت عطات او في اول وهله في 2017 خرج المرسوم في 2017 ومجموعه من الانديه بالمناسبه الناضو تحت هي استبدت في 2018 ودابا 17 18 19 20 21 22 23 على 7 سنين. الا بغيتوا باش نضبطوا هذه المساله راه مجموعه من الجماعات الترابيه حنا درنا هذا الشرط هو شهاده الاعتماد.
ثلاثه جهات باش نقنوا على مستوى الحكامه في هذه المساله باش ما تكونش هذه المساله ديال الانتقادات انه كاين هذه ولا كاين هذه. انا ما اعتقد في اطار الحكامه الجيده هذه الشروط رايها مهمه واساسيه اللي بان لينا كامل كمجلس انه باش تكون انا ذاك على مستوى الانتقاء او على مستوى تحديد الجمعيات الرياضيه والانديه الرياضيه اللي كتسوق المدينه احسن تسويق واحسن اعمال. ولكم واسع النظر واعطي الكلمه للمستشارات.